المجتهد المخطئ خير من المقلد المصيب. أنا ما سمعت أحداً قبلك يفضل الخطأ على الصواب. لا تحرف كلامي يا شيخ فواز، فأنا لم أفضل الخطأ على الصواب، ولكني أقول المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، أما المقلد فلا أجر له في صوابه. أستأذن يا سيدي الوزير، فطلاب الدرس ينتظرونني. وأنا معك يا شيخنا. وأنا كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هكذا يا ابن حزم يكون الجدال مع العلماء والفقهاء؟ لا أكتم رأيي مجاملة لأحد. أنت تعرف مكانة الشيخ بين العامة، ولو وقع الصدام بينك وبينه فلن يناصرك أحد عليه. ما طلبت من أحد مناصرتي، أنا أعرف كيف أنتصر لنفسي. خرج الضيوف ولم يظهر ابن حزم. لابد أن زوجي استبقاه لأمر عارض وسوف يظهر بعد لحظات. وما شأني به؟ إنما جئت لزيارتك أنت. هيا بنا إلى هناك، وما أن يظهر ابن حزم حتى نتحرك كأننا داخلتان إلى القصر. لن أبدأ بالحديث معه ولا حتى بالتحية، أتسمعين؟ ما لنا به، إنه لقاء وليد الصدفة وحدها. ولادة، ها هو قادم. وما شأني به؟ إنه لا ينظر إلينا، إنه يتعمد هذا التجاهل. لا، هو لم ينظر إليك حتى يعرفك. سيدتي، سيدتي، هذا المنديل سقط من إحدكن. إنه ليس لي، هو لولادة. ولادة بنت المستكفي، ألا تعرفها؟ ولادة بنت المستكفي؟ أنا علي بن حزم. علي بن حزم. كان معنا في درس الشيخة صبي يحمل هذا الاسم، أهو أنت؟ نعم، هو أنا. أنا لا أعرف شيئا عن هذا الدرس، ولكن ابن حزم شاعر ومؤرخ ومؤلف أيضا، لقد كتب طوق الحمامة. طوق الحمامة؟ وما طوق الحمامة هذا؟ إنه كتاب شهير يا ولادة. ما سمعت عن كتاب بهذا الاسم، ولم أسمع عن شاعر أو مؤرخ يحمل اسم ابن حزم. ولادة، منديلك. شكرا يا ابن حزم. ماذا فعلت عند الوزير فرحات يا علي؟ يا علي ماذا فعلت عند الوزير فرحات؟ عرضت عليه بعض أفكار الكتاب الذي كلفني به عن فضائل أهل الأندلس. وهل أعجبته أفكارك؟ أظن ذلك، فقد طلب مني أن أبدأ في الكتابة. فرحات هذا من المقربين إلى سليمان رئيس الوزراء،
لو زكاك عندها لعلى نجمك يا علي. علي؟ علي؟ ها؟ لماذا أنت شارد الذهن اليوم؟ قل لي يا إسحاق، هل صحيح أن ولادة طلبت منك دعوتي إلى مجلسها؟ نعم، هما يدفعني إلى الدعاء شيء لم يحدث. دعتك وكررت الدعوة 3 مرات. قل لي مناسبة كل دعوة. أولها عندما كانت تسألني عن زملائها القدامى في درس الشيخة. والثانية عندما لم تلبي دعوتها. والثالثة عندما قرأت لها أبياتا من شعرك. متى تنوي الذهاب إلى مجلسها؟ موعدها الجمعة القادمة. سأصحبك إلى هذا المجلس. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات الخليفة هشام المؤيد، وسبحان من له الدوام. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أمسكنا هذه المرأة لقال الناس إن عندها ما نخشاه على أنفسنا. دعهم يظنون أنها جارية أصابها الجنون بعد أن مات سيدها. لو سارعت بطلب الخلافة لنزلت مكانتك. دعهم يلحون عليك مرة بعد الأخرى حتى يعرف الناس جميعا أن المستكفي تفضل على الخلافة بقبولها. ناظرت جثمان الخليفة هشام المؤيد وكان مع الطبيب، فلم نجد ما يثير الشك والريبة، وأكد لي الطبيب أنه مات بداء القلب. هذه شهادة لوجه الله، وأقسم بالله العظيم إنني أقول الحق ولا شيء غير الحق. الله وحده يعلم ما حدث للخليفة هشام. كل ما أستطيع أن أفعله أن أشارك في تشييع جنازته والصلاة عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنت يا رجل، أنت. نعم أنت، تعال هنا. ألا تعرف أن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وسجود؟ هذه أول مرة أصليها. أما كان الواجب أن تسأل عنها قبل أن تدخل المسجد؟ إنه لا يرى سؤال العلماء في أمور الدين، إنما يعتمد على علمه، أليس كذلك يا ابن حزم؟ سأخذه يا مولانا الشيخ وأعلمه صلاة الجنازة. إنه لا يحتاجها ولا يقدر على فهمها ولا فهم غيرها من مسائل الدين،
حسبه كتب الحب والغرام يفسد بها الأخلاق. كل الناس يخطئ، ما من أحد يبلغ الصواب في كل شيء. أما زلت تكابر وتعاند؟ ألا تخجل من نفسك وتستغفر لذنبك؟ تخطئ في الصلاة عماد الدين؟ كنت أظن أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات. تظن تأخذ فرائض الله بالظن؟ لو أن طفلا فعل فعلتك لاستحق التأديب. حلمك يا مولانا الشيخ، حلمك. أنصحك يا ابن حزم أن تذهب إلى الكتاب كي تتعلم مع الصبية مبادئ الدين. قل لهم أن يبدأوا معك بفاتحة الكتاب التي أشك أنك تحفظها. ما هكذا يكون التوجيه يا مولانا الشيخ؟ فالغضب ليس من خلق العلماء. أغضب لدين الله يا حسان؟ فماذا بعد الجهل في أداء الصلاة؟ أم أن مذهب الشافعية الذي تأخذ به يترك للمسلم إقامة الصلاة كما يريد؟ تعلم يا مولانا الشيخ أن المذاهب جميعا لا تختلف في كيفية أداء الصلاة، لكني آخذ عليك الحدة التي لا تجدي في التوجيه والتعليم. أتسمعون ما يقوله هذا الشافعي المذهب دفاعا عن جهل ابن حزم وضلاله؟ أيكون ابن حزم أكثر ضلالا من فرعون؟ قد قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ماذا تقول يا حسان؟ تريدني أن أدلل ابن حزم بعد ما فعل؟ والله ما أضاع المجتمع غير التهاون مع الفساد والضلال، ولكني لا أرى عجبا في أن توالي ابن حزم وتنتصر له، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لو أنك سألتني عن صلاة الجنازة لأخبرتك بها وما حدث لك ما حدث. وكيف عرفت وما كنت معي في المسجد؟ سمعت بعض الناس يتحدثون في السوق، يقولون إن حسان لام الشيخ فواز على ما فعل بك. أصبحت حديث الناس في الأسواق. الناس يتحدثون كثيرا وينسون سريعا. لو نسي الناس ما نسيت. أكل هذه الكتب جئت بها لتعرف صلاة الجنازة؟ الأمر أيسر من هذا. أريد أن أتعمق في علوم الفقه والدين، وخصوصا فقه الإمام مالك. لعلك تستعد للجمعة القادمة حين يناقشون مسائل الدين في مجلس ولادة. وما شأني بهذا المجلس؟ وعدتني أن تذهب إليه معي، أنسيت وعدك؟ أم لعلك لا تزال غاضبا منها لما فعلته بسمارة منذ 10 سنوات؟ شغلتني الأحداث عن كل ما عداها، سوف أذهب إلى ولادة يوما ما. وما يمنعك الجمعة القادمة؟ يمنعني كل ما تراه أمامك، يجب أن أنتهي منها جميعا حتى أجيء بغيرها. يمكنك الذهاب إلى مجلس ولادة ثم تعود إلى كتبك، فمجلسها لا يستغرق 7 ساعات. أحتاج اللحظات وليس الساعات. أريد أن أتعمق في علوم الفقه والدين، سوف ألزم داري ولا أخرج منها حتى أنهي ما نويت. لعلك تنوي منافسة الشيخ فواز في وظيفة قاضي الجماعة. لا يهمني أن أنزعه وظيفته، بل كل ما يهمني أن أثأر لنفسي أمام الناس، وسأفعل. Thank you.
لقد كتبت بيدي كل ما فعلوه بي وسجلته في رسالة وضعته أسفل الجدار الأيمن في الحجرة التي أخذوني إليها. لو حدث لي شيء اذهب إلى الحجرة التي ذكرتها لك وأخرج رسالة وأعطيها للناس. مولاي هشام، مولاي هشام، أنت ما تزال حيا. ما هذا؟ كيف وصلت إلى هذا المكان؟ وكيف تجرين على النظر إلى داخل الدار؟ مولاي الخليفة معنا، مولاي الخليفة ما يزال حيا، الخليفة لم يمت. هيا أمامي، الخليفة لم يمت. سيدي، كانت تسرق طوال الطريق إلى هنا، والعامة يتبعونها. تقسم لهم إنها رأت مولاي الخليفة هشام، والناس يسخرون من قولها. رأيته بعيني داخل الدار. مولاي الخليفة هشام انتقل إلى رحمة الله، وشهد بذلك العلماء فقهاء وصلى الناس عليه. كاذبون، كلهم يكذبون في شهادته، أنا رأيته بعيني. كلهم كاذبون وأنت الصادقة. ترفق بها يا حارس، ترفق بها والتمس العذر لها، انها جارية الخليفة هشام ومرضعته، اصابها ما اصابها من فرط حزنها على موته. ما اصابني شيء، ومولاي لم يمت، هشام حي والحارس يعرف ذلك، وانت ايضا، والا ما امرتهم بحراسة الدار. ما كنا نحرس الدار امراه، وانما نمر بهذه المناطق النائية لنمسك باللصوص وقطاع الطرق. كاذب، كاذبون، فقد رأيتك واقفا على باب الدار. هذه المرأة تستغل حلمك يا سيدي، فلتأذن لي بتأديبها. لا لا يا حارس، بل نعذرها ونكرمها وفاء لذكرى مولاي الخليفة هشام رحمه الله. اسمع، خذها إلى المكان الذي تقول عنه، واستأذن المقيمين في الدار كي تتأكد بنفسها. من يدري، ربما تكون صادقة. الله سبحانه وتعالى يبعث من بالقبور. الدار التي تقول عنها خالية لا يسكنها أحد. اذهب بها حتى تتأكد بنفسها. ما هذا الذي تقولون؟ إنها مؤامرة، مؤامرة. أعرف أنكم تنوون الخلاص مني حتى لا أفضح هذه المؤامرة. مؤامرة؟ أتسمع ما تقول يا سيدي رئيس الوزراء؟ لقد تجاوزت حدها. مسكينة أيتها الجارية، إنها تتوهم أشياء لا وجود لها، وعلينا الرفق بها. أنا لا أتوهم شيئا، مولاي حي، هشام لم يمت، هشام حي. أعرف أنكم تنوون الخلاص مني حتى لا أفضح تدبيركم. تخافين الذهاب مع هذا الحارس وحدك؟ ها؟ حسنا، سأتي إليك بوزير القصر وقاضي القضاء ورئيس الشرطة، كلهم سوف يذهبون معك إلى المكان الذي تقولين إن الخليفة هشام يقيم به. هذا هو المكان الذي رأيت الخليفة هشام يقيم فيه؟ نعم، رأيته من هذا الشباك، وكان جالسا هنا
وكان يصب الشراب من هذا الإناء، وعندما بدأ يتناوله ناديت عليه فأفزعته المفاجأة وسقط الكوب من يده. أي لا شيء على الأرض، لا أكواب ولا شراب. أقسم بالله إن هذا ما رأيته بعيني. كفي عن هذه الأوهام، أما كفاك أننا جئنا بهؤلاء العلماء والوزراء وقد تركوا جلائل الأعمال للتحقق من خرافاتك وأوهامك؟ ما هي أوهام ولا خرافات؟ اغلقي فمك ولا ضربتك بالسياط. اتق الله يا حارس. ألا ترى ما فعلته بنا يا قاضي القضاة؟ إنها مريضة يا ولدي، موت الخليفة أضاع عقلها. أنا لست مريضة، رأيته بعيني. اغلقي فمك. فلندعو لها بالشفاء، إن الله وحده سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل ما بها، وإذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا الشيطان الرجيم يا إبليس؟ ما قصدتك يا زينب، ولكنها كلمة تجري على لساني إذا رأيت ما يفزعني. وما يفزعك يا إسحاق؟ أراك تتزين وتتعطر، فإلى أين إن شاء الله؟ إلى حال سبيلي. وأين حال سبيلك؟ أكلما أنوي الخروج من الدار لا تودعينني إلا بالخلاف والشجار. لك كل الأيام تخرج فيها ما شئت، ولتبقى في دارك يوم الجمعة. وما يمنعني الخروج يوم الجمعة؟ أتحرمين ما أحل الله؟ يقول سبحانه وتعالى عن هذا اليوم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كأنك ترى ولادة من فضل الله. وما شأن ولادة بما نحن فيه؟ لقاءاتها يوم الجمعة، وأنت الآن ذاهب إليها، لست غافلة عنك. هبي أنني ذاهب إلى ولادة، أتظنين أنني أنفرد بالجلوس معها؟ مجلسها يضم العديد من الرجال والنساء. ما دمت راغبا في الذهاب إليها فلتأخذني معك. هذا مجلس علم وأدب، وأنت لا شأن لك بعلم أو أدب. بل هي عظيمة الحياء والأدب، ولن أتركك تذهب إليها. يا زينب، أنا ما قصدت الأدب بمعنى الخلق، ولكنه أدب الشعر والقصص. قصص الحب وأشعار الغزل، أليس كذلك؟ وما هذا؟ ديوان عمر بن أبي ربيعة. طبعاً تأخذه معك لتناجيها بأشعاره. أبقي الكتاب عندك، لن أخذه معي. طبعا ما عدت بحاجة إليه بعد أن حفظت ما به، راقبتك طول الليل وأنت تحفظ أشعاره. سبحان الله في أمرك يا زينب. لن أتركك تذهب إليها. دعيني أخرج لشأني، بالله عليك لا تفسدي يومي. طوال حياتي معك، طوال حياتي معك ما أسمعتني شيئا من أشعار الحب والغزل. أما كانت زوجتك أولى بها من ولادة؟ طبعا، ولكن يا زينب أنت لا يناسبك شعر الحب والغزل، إنما يناسبك شعر الهجاء والرثاء. أنا الهجاء والرثاء؟ طيب يا إسحاق، طيب، والله لأجعلنك تندم. سوف ترى ما أفعله بكما، أنت وولادة. بعض صفات الحب: الكتمان باللسان، وإنكار المحب إن سئل عنه، وإظهار الصبر، وعدم المبالاة. بينما الحب
يسري كالنار في الهشيم والماء في الأرض، وربما كان سبب الكتمان جلال المحبوب وارتفاع شأنه حتى لتهيب العاشق إعلانه بحبه. أتظنين ذلك يا علياء؟ لست أنا التي أقول، إنه ابن حزم في طوق الحمامة، ولكنه كتب ذلك قبل أن يراني. هذا الفتى قلبه يمتلئ بالحب، وهو يبحث عن المرأة التي يهابها مشاعره المخزونة في صدره. أرأيت كيف تهلل وجهه عندما رآك في حديقة القصر وكأنك ضلته التي ينشدها؟ ثم خاب أمله. أردت أن أذكره أن ولادة ليست كباقي الفتيات التي يتهافتن على رجل مثله. ربما كنت قاسية بعض الشيء، ولكني لست نادمة على أي حال. كم أشفق على هذا الفتى بعد أن توالت عليه الصدمات، بدأتها أنت وختمها الشيخ فواز في الجامع. لماذا تزيدين عندي الإحساس بالذنب؟ ما كان بيني وبينه شيء حتى يصدمه تجاهلي. أتعلمين؟ أخبرني زوجي أنه اعتزل الناس، وحتى الكتاب الذي كلفه بإعداده توقف عنه. كيف صار إلى هذا الحال؟ أذكره في صبانة عنيدا لا يقبل هزيمة ولا انكسارا. يبدو أن الأيام والأحداث تبدل الطبائع والأحوال. مولاتي، إسحاق بالخارج ينتظر الإذن بالدخول. دعيه يدخل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كعادتك دائما أول من يأتي إلى المجلس. لو أن الأمر بيدي لأقمت في هذا المكان، لا أخرج منه. وهل ترضى زوجتك بابتعادك عنها؟ زوجتي لا ترضى بابتعادي عنها ولا بإقامتي معها. لا هذا ولا ذاك، لماذا ترضى زوجتك إذا؟ لا ترضى بشيء، إنها امرأة محيرة. وما أخبار صاحبك ابن حزم؟ ألم تبلغه بموعد المجلس؟ ابن حزم لقد تغير حاله بعدما حدث له في الجامع، وما أنظر ما يستقبل الزوار في بيته. أهلا بك يا حسان، تفضل. علمت أنك دافعت عني بعدما تركت الجامعة، كان من الواجب أن أجيء لأشكرك. جئت إليك لأنني عرفت أنك تعتزل الناس. لماذا تبالغ فيما وقع؟ لقد أعطيت الأمر أكثر مما يستحق. ما تزال كلمات فواز في سمعي، كان يحدثني بكل الحقد والغيظ. ما أظنه يكره أحدا كما يكرهني، بل يكرهني أكثر منك، وهذا ما جعل مشاعري تنجذب نحوك. قلت في كتابك طوق الحمامة إن الحب يجمع الناس. عليك أن تضيف إن الكراهية أيضا تجمعهم. أفهم أن يعاديك لأنك شافعي المذهب، أما أنا فلماذا يضمر لي كل هذا العداء؟ ليس اختلافي مع الشيخ فواز وليد اختلاف المذاهب، ولكنه اختلاف المبادئ، فهو يضع الدين
لخدمة الحكام لتبرير مفاسدهم ومظالمهم، بينما الدين عندي أداة لإصلاح المجتمع كله، حكاما ومحكومين. أفهم أن الحكام يساندون الشيخ فواز ويعلون قدره، ولكن الغريب أن العامة مفتونون به ويحيطونه بكل الهيبة والإجلال. الرجل على شيء من العلم والفقه، وهو يحسن عرض بضاعته ويحسن الإتجار فيها. لقد حضرت لقاءه في المسجد الكبير في الجمعة الماضية، ورأيت الناس يتزاحمون على درسه حتى ضاق بهم المكان على سعته. كيف ينخدع الناس فيه وباطله ظاهر للعقل؟ إنه لا يجد من يفضح أمره، فيبدو أمام الناس وكأنه يملك الحق وحده. وأنت ابن حزم لقد أعطيته الفرصة كي يدعم مكانته عندما انسحبت من المسجد وأغلقت عليك دارك. رأيت نفسي مخطئاً في أداء صلاة الجنازة، ولا أحب أن أكابر في خطأ لا يقع من مؤمن. لو أن المؤمن لا يخطئ ما كان دعاء المسلمين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما فواز فيما فعله معك متعمدا فقد خالف قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما أحسن قولك يا حسان، والله لو جاءني هذا الخاطر لأجبته به. ما رأيك لو ذهبت إلى درسه القادم بالمسجد تحاوره وتجادله؟ ليس من الحكمة أن أواجه بيد عارية رجلا يحمل سلاحا. دعني أمسك بشيء من العلم قبل أن أتصدى له. أبي، ماذا بك يا أبي؟ أعلن المعتمد نفسه خليفة وطالب الناس بمبايعته. أنت الأحق بالخلافة، أنت كبير أمراء بني أمية. من يسكت عن حقه يضيع حقه. كان الواجب أن أطالب بالخلافة بعد أن مات هشام، إلا أنني أخذت بمشورتك عندما نصحتني بالانتظار. أردت أن تجيئك الخلافة ولا تسعى أنت إليها. أردت أن يصدق فيك قول الشاعر: أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها. لم تأتني الخلافة ولكنها ضاعت مني. أنت لا تعرفين غير الشعر والأدب، ما لك أنت والسياسة وألاعيبها؟ كان الأولى ألا أستمع لمشورتك. ما ضاعت الفرصة، تستطيع الآن أن تدعو لنفسك بالخلافة. لو أنني دعوت إليها قبل المعتمد لاختلف الحال. دعنا مما فات، فلتدعو لنفسك بالخلافة الآن، ولتترك للناس المفاضلة بينكما، ولا أشك في أنهم يفضلونك علي. سيدي رئيس الوزراء، رسالة من الأمير المستكفي يطلب الاعتراف به خليفة للمسلمين. اكتب له أن الأمير المعتمد يطلب هو أيضا الاعتراف به. قل له لسنا طرفا في الصراع بين أمراء بني أمية، وإنما نساند الخليفة الذي يتفقون عليه.
ما أظنهم يتفقون. لقد بدأ كل واحد منهما يجمع حوله الأنصار والأعوان ويعلن أنه سيقاتل حتى الموت دفاعا عن حقه في الخلافة. ما رأيك يا سيدي لو أعلنت كتاب الخليفة هشام المؤيد بإسناد ولاية العهد إليك؟ أتظن الوقت مناسبا يا يزيد؟ الناس يتوجسون خيفة من هذا الخلاف، وأظنهم يميلون إلى من سيجنبهم الاقتتال وسفك الدماء. ما رأيك أن تذهب إلى اللقاء الكبير في مسجد قرطبة وتعلن نفسك خليفة للمسلمين؟ وسنطلب من الشيخ فواز أن يساند دعوتك. لا 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 أحب أن أتعجل الأمر. أخشى أن يتقاتل المستكفي والمعتمد فينتصر أحدهما على الآخر وتصير الخلافة إلى واحد منهما. لن يحسم أحدهما المعركة، دعهما يتقاتلان حتى يسأم الناس الصراع ويبحثوا عن خليفة غيرهما. عندئذ يا يزيد نعلن العهد الذي كتبه هشام المؤيد فيرحب الناس به. كم أنت بعيد النظر يا سيدي رئيس الوزراء. كل ما علينا أن نهيئ الناس لاستقبال الخليفة المنتظر. الناس يا يزيد يحبون الحاكم التقي الصالح الذي يتجنب المفاسد ويلتزم أداء الفرائض ويظهر في المساجد ويدعم مجالس الفقه والدين.